réfléchir sur des étrangers. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، السيد نائب رئيس جامعة مناكشوط العصرية، السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة مناكشوط العصرية المحترم، السيد ممثل مؤسسة هانز زيد الألمانية المحترم، السادة الأساتذة الأفاضل، طلبة الأعزاء، أيها السادة والسيدات، يسعدنا أن نتناول الكلمة اليوم في هذه الجلسة الافتتاحية لأعمال ملتقى المغاربي الذي تنظمه كلية العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة نواكشوط العصرية بتعاون مع المركز الموريتاني للدراسات والبحوث القانونية والاقتصادية والاجتماعية وبشراكة مع مركز الدراسات في الحكام والتنمية الترابية وبشراكة مع مؤسسة هانز زيدل الألمانية حول موضوع الإصلاحات الدستورية في البلدان المغاربية. تدخل الندوة في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة ما بين المركزين المذكورين من جهة وكل من كلية العلوم القانونية والاقتصادية ومؤسسة هانز زيدل من جهة أخرى. اسمحوا لي أن أجدد أمام جمعكم الكريم تشكراتي الخالصة لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي لقبولي الإشراف على أعمال ندوة المرحوم البروفيسور أحمد سالم الببوط، والشكر موصول لرئيس جامعة نواكشوط ولعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية على دعمهم جميعا بدون تردد لأنشطة المركز العلمية. كما أشكر مؤسسة هانز زيدل الألمانية على دعمها ومساهمتها في تمويل الأنشطة العلمية بموريتانيا. كما أرحب بجميع أفراد أسرتي الأسرة الكريمة للراحل وبجميع الأساتذة الفضلاء قبلوا تجشم عناء السفر رغم مشاغلهم الجمة للمشاركة في هذا الملتقى العلمي من المغرب والجزائر وليبيا، وكم كان بودنا حضور الأساتذة من تونس. يتم تعديل الدستور عادة لتحقيق بعض الأهداف، منها تحقيق الاستقرار السياسي في المجتمع وإحداث توازن في العلاقات بين مختلف السلطات الدستورية وتكريس ثقافة الديمقراطية التشاركية مع تعزيز وترقية دور البرلمان بإدخال التعديلات الضرورية بغية الحد من الأزمات السياسية وتمكين المواطن من متابعة وتقييم أداء المؤسسات التمثيلية، فهل نجحت التعديلات الدستورية التي عرفتها المنطقة المغاربية في تحقيق تلك الأهداف؟ ذلك ما ستحاول هذه الندوة التطرق له. فاليوم نكرم أستاذنا الكبير أحمد سالم الببوط الذي انتقل إلى جوار ربه مساء الثلاثاء 10 يوليو 2018 في نواكشوط، بعد أن لم نوفق في تكريمه في حياته، فقد كانت هذه الندوة مبرمجة في السنة الماضية تكريما لكن مرضه حال دون ذلك. برحيل الأستاذ أحمد سالم الببوط إلى دار البقاء، تخسر موريتانيا عالما دستوريا من الطراز الفريدي ومن المستوى الدولي. لم يكن ببوط يحب الأضواء، ونادرا ما ظهر في الإعلام العمومي أو الخاص، فقد كان مزيجا من العالم الذي يحترم قيم وأخلاقيات البحث العلمي والخبير المختص الذي يأنف من المستنسخات الشائعة والأفكار الجاهزة كما يقول سيد الباخ. وقد ترك آثارا علمية بارزة، من أهمها كتابه المتميز الذي صدر عام 1987 بعنوان إسهام المجلس الدستوري في القانون الإداري، وهو في أصله أطروحة للدكتوراه، وقد قدم لها العميد جورج فدل بما يلي منذ ربع قرن في مكتبة القانون العام، مما سمح لي بقراءة العديد من أطروحات القانون العام، غير أن أطروحة أحمد سالم الببوط تبقى استثناء من حيث جودة الصياغة والصرامة العلمية التي تطبعها. نهاية الاستشهاد. كما نشرت له مقالات علمية رصينة في أهم الدوريات المتخصصة بما فيها المجلة الفرنسية للقانون الدستوري. نذكر منها على سبيل المثال للحصر الأعمال التي قمنا بالمركز الموريتاني بترجمتها إلى اللغة العربية. أولها بناء دولة القانون في موريتانيا، الرهانات والاستراتيجيات والمسارات، تطور المؤسسات في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، استقلالية المنازعات الإدارية في موريتانيا، تأملات في قرار قضائي حديث، طرق تنفيذ ضد الأشخاص العمومية بالقانون الموريتاني، الدستور الموريتاني، المراجعة الدستورية بموريتانيا 20 مارس 2012،
وأخيراً الدستور الموريتاني عود على بدء خواطر حول المراجعة الدستورية بتاريخ 15 أغسطس 2017. لكن لقد كان المغفور له بإذن الله قامة سامقة في العلم والمعرفة ومثالا في الأخلاق الحميدة. لقد كان بسيطة بساطة الجامع الجديري، وكان صدوقا صدق الأستاذ الجليلي، وكان طلعة فذا كما كان ثاقب البصيرة في حقله المعرفي. وهو باحث لا يمل البحث والتدقيق، وأمير لا يبارى في لغة كتاباته، وهو روعة في دقة وسلاسة وحسن إتقان البناء الفكري والمنهجي. ولا يسع المرء إلا أن يقف جاهلا منبهرا أمام إشعاع السيرة الذاتية من حيث البحث، فقد لامست بحوثه مختلف مجالات القانون العامي كالقانون الإداري والدستوري والدولي العام وقانون الصيد البحري. وقد تجاوزت شهرته وفكره حدود موريتانيا، واعترف بها بصفة واسعة على الصعيد الدولي خارج كلية العلوم القانونية بن واكشوط خاصة، واعترف بها بصفة واسعة على الصعيد الدولي خارج كلية العلوم القانونية بن واكشوط خاصة في المغرب والسنغال وتونس وفرنسا وكافة المجال الفرنكوفوني. ولقد كان يقول كما يقول المثل الفرنسي: لا كرامة لنبي في قومه، كما يقول العميد محمد مختار فال محمد. والآن وقد تيتم القانون الإداري والقانون الدستوري بموريتانيا، فليس لنا إلا الرضاء بالقضاء والرجاء من الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة وأن يلهم ذوي الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وفي الختام أود أن أشكر اللجنة التنظيمية على مجهوداتها الجبارة، وأتمنى لأشغالكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة. أنا من الأجدر بالكلية أن تنظم حفل تأديب. Chevaleresque ne rejoint pas le mot cheval, mais rejoint un peu toutes les coutumes, toutes les pratiques qui doivent déterminer le comportement d'un guerrier. Mais en plus des attributs qui déterminent un guerrier, arabi comme on dit, en Hassania, il y a aussi que cette famille est une famille connue pour être une famille de lettrés. Ça veut dire qu'il y a une jonction entre ce que nous avons, je l'ai mis dans l'hommage que j'ai publié, ce que notre société a produit de mieux, un très bon guerrier, un excellent spécialiste du droit musulman, de la charia, une famille qui, si vous voulez, a fait une jonction entre ce qu'on peut appeler l'étrier, l'étrier et les livres, l'étrier pour le cheval et les livres pour la connaissance. C'est donc dans cet environnement qu'il a grandi. Je l'ai connu quand nous étions au lycée. Nous étions voisins à la Médinagé. Il habitait à l'époque, quand il faisait le lycée, chez son oncle. Nous étions voisins. Et déjà au lycée, on percevait l'intelligence de ce jeune lycéen. Puis plus tard, je l'ai rencontré à l'Université de Dakar. Je l'ai rencontré à l'Université de Dakar. Je me souviens d'une scène. Je me souviens de l'avoir vu sortir de la bibliothèque de la faculté. Il avait une copie d'examen entre les mains. Et il m'a montré sa copie d'examen. Et je me souviens du sujet. Le sujet, c'était gouvernant et gouverné dans la Grèce antique. C'était un sujet. قلنا كاملين من اللي ماشيين كاملين نعرفوا لنا تورس ذكية نجمعنا كاملين بجنته وانه على ذلك قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. أولا صالح، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. اولا اشكر الاخ الحسين الببوط اللي علمني يا مسد حميس بالتظاهر ودعاني له، و راجل من عند مولانا ان شاء الله سابق هذا وراه،
الرحمة والغفران لأستاذي وصديقي أحمد سالم البوبوت. أنا أعطاني مولانا الحمد لله عن كنت من تلاميذ الدفعة الأولى من القانون في الجامعة الوطنية اللي أشاروا للمتدخلين قبيل، وأحظيت